رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصل متابعتنا لكل الرياضات والاختصاصات كيف كيف في الميركات، ومش كان في الفوت حتى في الهوند ايضا. عندنا متابعة لكل ما يهم الميركات في تونس. بعد ما كان معنا منذ ايام المتدرب الجديد في الترجي الرياضي التونسي اسلام الجبالي، كنا حكينا معاه على تجربته الجديده. اليوم معنا لاعب اخر امضى للنادي الافريقي، هو لاعب تقريبا بروز بصفه خاصه في المواسم الاخرى، خاصه مع ناديه نادي ساقيه الزيت، نادي تباع للعب فيه مؤخرا، ولو انه هو ولد شبيبه القيروان. نحكي على محمد امين بن غانم، اللاعب الجديد للنادي الافريقي، موجود معنا بالتليفون ضيفنا محمد امين. محمد امين اهلا بك. مرحبا بك خويا سليم، ومرحبا بك مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا، شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس، الحمد لله. الحمد لله، نباركوا لك امين. تقريبا تعاقدك مع النادي الافريقي، واحد من كبار كره اليد التونسيه، ظهر لي نجم نقولوا خطوه مهمه في مسيرتك. بعد ما كنت في ساقيه الزيت، اوكي فريق محترم جدا ساقيه الزيت، كان نافس حتى على البطولات والالقاب في المواسم القادمه، لكن كيف كيف تبقى لك الكلوب من الفرق الكبيره في تونس؟ صحيح خويا، والله الحمد لله هذا شرف ليا، معناها ننتمي للنادي الافريقي. الناس كل معناها تعرف شنو النادي الافريقي في تونس، جمعية كبيرة الحمد لله. الواحد وقع توا لها عندي نهارين، والحمد لله كان لي شرف صحيح مع ساقية الزيت، اللي هو نادي كبير زادة، عديتهم مع أجمل أيام معناها في حياتي كل عديتهم. 5 سنين تعديهم معناها إن شاء الله كما نقولوا تعديهم باهيين مع ساقية الزيت. برشا تتويجات، برشا ايام حلوه عشناها غادي، وان شاء الله ربي معهم وربي يوفقهم فريقي ساقيه الزيت القديم، وان شاء الله ربي معايا في تجربه جديده هذه مع النادي الافريقي. كيف بدات الاتصالات امين؟ مع النادي الافريقي، والله يا خويا اول فريق اتصل فيه الحقيقه هو النادي الافريقي. الحقيقه معناها كانت اتصالات من الاول معناها مش جديه. انت كنت في الامارات؟ صحيح، ليه لعبت بعد رجعت لساقية الزيت. اي صحيح صحيح، لعبت دوره معاهم بطوله عربيه للنادي العائله الاماراتي، ورجعت للساقي معناها، فهمتني؟ وكانت كمان اتصالات من الاول مش جديه كما صارت تو عندي 43. الحقيقه ما طولتش نيغوسياسيون معناها مع كلوب افريكا في الايام هذوما، والحمد لله معناها كانت كل شيء كانت عاد لاباس. سمعنا كنت قريب قبل وبعد بعدت شويه، كانه كان فما تململ ولا حاجه من النوع هذا ولا منين؟ من الزوز، ما نعرفش. سمعنا كنت قريب باش تصحح، وبعد كاني بطلت الصفقه، وبعد عاودت صححت من جديد. شنو صار وقتها؟ صحيح والله، مع النادي الافريقي ما صححش الحقيقه، معناها قعدت مع المسؤولين وكل شيء، وبعد دخلوا معايا في الخط الترجي الرياضي التونسي. كهو خويا تفهمنا بريسك على كل شيء، وقعت انا العقد نتاعي من طرف واحد، قعدت معايا نستنى قريب شهرين من زمان، نستنى في سي حمدي المدبي وقع في العقد، والحقيقه ما صارش الشيء هذاك. هاو عاد اتصل بيا مسؤول النادي الافريقي وقيد كما نقولوا سليم. علاش اخترت الكلوب؟ على الاسبيرونس. كهو خويا كان عرض جدي كل شيء لكلوب افريكا، والحقيقه معناها اي واحد يتمنى يلعب في كلوب افريكا، والناس الكل تعرف الشيء هذا. ما خممتش برشا الحقيقة، عقد معناها مدته موسم، والحقيقة معناها موسم هذا في كلوب افريكا ان شاء الله جاينا برشا تيترويت، الواحد ما لازموش يخمم معناها في حاجة كيما هكا، طول وقعت وكاو خويا ان شاء الله ربي معانا. هو الاسبيرونس ظهر لي مش كان السنة، ظهر لي عندهم تقريبا عامين ولا ثلاثة حبوا يتعاقدوا معاك. صحيح خويا، صحيح والله، فما اتصالات من قبل وكل شيء من هنا في ساقية الزيت، وقعدوا يستناو فيا معناها لين نولي لاعب حر وكل شيء. الحمد لله كملت مسيخيا، الواحد معناه فخر لي معناه جماعتين كبار في تونس يحبوا يحشم بيا خويا، وان شاء الله جاي خير كهو تو مع الكلوب افريكا، ان شاء الله الواحد يعمل عام بيه ان شاء الله، واللي ما نتوجوا في السويد الكل ان شاء الله. نحكي على اللاعب في مركزك، على مصطفى، ظهر لي عدى سيزون كبيره العام اللي فات، تقريبا من اللاعبين اللي كانت تساهم في الموسم الممتاز للنادي الافريقي الموسم الماضي. باش نسالك زوز حاجات في الكاستيون تاعي. الحاجه الاولى، المهمه صعيبه باش تعوض عليه، خاصه معناتها من اللاعبين كما كنت نحكي مساهمين في العوده نتاع النادي الافريقي في الموسم الاخير، مهمتك صعيبه، وبعد كيفاش تشوف حتى بعد عودته الكونكيرونس معاه؟ صحيح والله، علي الناس الكل تعرف معناها من اللاعبين السعوديين توا في تونس ما شاء الله عليه، معناها عدى سيزونات باهيين الاخرانيين، و كهو معناها ديجا البارح بركه نحكي انا وياه، الواحد يتمنى له الشفاء ان شاء الله يرجع لاباس خير من قبل،
ظهر لي عليه مش هيرجع معنا حتى في السيزون معناها، فهمت عليه ملاعب كبير والناس كلها تتمنى تلعب معه معناها كل شيء. ان شاء الله يرجع يعاوننا معناها كل شيء، ونستناه اخويا وان شاء الله ربي يشفيه. انه مو في جانفي، انه مو ينجم يحضر في جانفي ان شاء الله. ان شاء الله هاي في جانفي، في جانفي ان شاء الله يكون معنا عليه ان شاء الله. قعدتك كاني فما خطوه على المنتخب، مين قعد من احسن اللاعبين في البطوله ظهر لي في السنين الاخرى، لكن المنتخب بتمس شويه ظهر لي استاجيت، وبعد ما تمشيش في المعطف المنافسات كما كوب دافريك ولا كاس العالم، شنو صاير علاش؟ صحيح والله شوا دونترونور كما قلناها، معناها الواحد قاعد يخدم يعمل اللي عليه الحقيقه، معناها كل عام مع ساقية الزيت قاعدين نوصلوا فينالات، وكل عام معناها قاعدين نربحوا في الجمعيات الكبار معناها في الساقس والبرة من الساقس، الواحد قاعد يخدم ويعمل في اللي عليه، وان شاء الله لما ليه الواحد في الكلاس هنا ان شاء الله ياخذ فرصته بكدا، وان شاء الله ربي معايا. الخطوه نتاع الكلوب معاك، جمهور الكلوب يدز معاك، تنجم تكون خطوه للمنتخب هذه؟ اكيد خويا اكيد والله، كما قلت لك راني ما خممتش معناها، كلمتني النادي الافريقي طول وقعت بالرغم عندي عروض خليجيه وكل شيء، ظهر لي جمهور الكلوب الناس كل تعرف معناها ما شاء الله في تونس، ما نتصورش كان باش يخليوها بيا ولا حتى معناها المسؤولين ولا حتى كل شيء، الواحد يفرض روحه بلعبه وكل شيء، وان شاء الله اللي مالي ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. اليوم انت كلوبيست محمد امين، سؤالي قبل في القوانين وانت صغير كلوبيست ولا مكشخ؟ احنا هنا في قروين وانا صغير راهو عندنا هذا سؤال صعيب، خاطر ديما يقولوها ما يعرفوش العباد اللي عندنا جمعيه كبيره ناس من الشباب اكيد متفاهمين يا خويا، واللي الواحد معناها كبر فيها وكل شيء وتربى فيها معناها سلام، راني الحقيقه من غير ما نقول لك كل شيء راني من الصغر نحب الشبيبه معناها، وديما دي بلاسي مع الشبيبه، وديما خويا باسكيت فوت راني ديما موجود معناها، فهمتني؟ واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك، خليك كان تحب في الأخر كلمة جمهور ساقية الزيت يسمعوا فينا بالباهي في صفاقس، كيف حتى جمهور الكلوب اللي يستنى فيك؟ والله جمهور الساقية نقول لهم خويا الحمد لله معناها عرفت رجال، الحمد لله عادينا موسم بيا 4 سنين ولا 5 سنين كلهم تتويجات، وجمهور الساقية بالحق معناها ناس تفهم كورة وناس تبعوا بالباهي الساقية غاديك كل شيء، الحمد لله الواحد يلعب مرتاح غادي وستانس بالجو في صفاقس، لا غالب معناها هذه كورة الواحد اليوم في الساقية البارح في السياق اليوم في النادي الافريقي، النادي الافريقي اليوم اي جمهور يتمنى باش يلعب فيها، الحمد لله الواحد وفقه ربي باش نلعب في النادي الافريقي، وان شاء الله يا ربي ننورهم، وان شاء الله الجمهور يقف معنا سنه عام صعيب ان شاء الله وربي معنا. ما سالتكش على الماتش الاول في السيزون، ماتش الكوب، ماتش الفينال. كهو خويا الواحد تو مش يرجع يترينا ان شاء الله، ما عاد مازال ماتش الفينال مازال في الهجمات. ان شاء الله نخط على اصحابي نقولوا معناها كل شيء ان شاء الله نخط بعديهم. ماكش جاهز مازلت تمين انت فيزيكمون؟ خاطر عندي توا جماعتين مي باترينيت قاعد نلكح في اموري كل شيء، نخط معاهم غدوه ان شاء الله، غدوه نبدا ان شاء الله معاهم مع كلوب افريكان، وان شاء الله نخط واحد على الفينال، وان شاء الله ربي معنا وكاو خويا. ان شاء الله بالتوفيق امين ليك في تجربتك الجديده، وبالتوفيق للكلوب والاسبيرونس في ماتش الفينال نتاع الكوب، ان شاء الله اللي يستحق واللي يلعب خير يكون هو المتوج بلقب كأس تونس. يعطيك الصحة أمين بن غانم، بالتوفيق في تجربتك الجديدة موزيكا، بعد مكملين في البلاي بعد شوية آخر جزء من حصتنا اليوم.